أكيد رح نتابع بوضع الحملة اللي عم نحكي فيها واللي هي حملة الوطنية للأمم المتحدة وفكر وكول ووفر، واليوم بالتحديد رح نحكي عن الهدر تأثيره على البيئة والاقتصاد بالحلو بلبنان. معنا اليوم باستوديو عالم صباح خبيرة بعلم البيئة والاقتصاد الاجتماعي والبيئي دكتور فيفي كلاب. دكتور كلاب صباح الخير، أهلا فيك. وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم صباح. أهلا فيك ويسلم تمك على هالمقدمة الحلوة اللي عملتيها من شوي. تسلمي، أهلا وسهلا فيك، شرفتينا من عمشيد. نعم. من مدينة رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، نوجه له تحية كثير كبيرة. ما قدرت اليوم لما عرفت انك جاي بعدك من عمشيت ما نوجه له تحية، خاصة بظل الظروف الصعبة اللي كثيرة عم يمرق فيها لبنان، ولا بنقول له الله يقويك فيها. الله يحميه ويقوي. الله يحميه ويقويه. دكتور كلاب، مباشرة إذا بنحكي بموضوع الهدر البيئي. نعم. تأثيره كثير كبير عم بيكون على الاقتصاد. نعم. وعلى البيئة وعلى أكيد. الطبيعة. ولما بنقول إنه كل فرد بيعمل فرق ما بنكون عم نغلط. أكيد. واحد يقول بلش بحالي، ما بس بدنا نتكل على المجتمع وعلى طبعا. الحكومات وعلى الدولة وعلى كل الأمور اللي ممكن تنعمل. شو هو أكبر تأثير عم بيصير بالنسبة للهدر على الاقتصاد البيئي والاجتماعي؟ كل إنسان لازم يحس حاله، بما أنه بديتي بهالمقدمة، كل إنسان لازم يحس حاله هو قسم من المشكلة وهو الحل. صح. مش بس هو قسم من المشكلة، هو قسم من المشكلة ولكن الحل بإيده. بالماتيماتيك نقطة ما لها حجم ولا لها تأثير ولا لها وزن ولا لها شيء، مجموعة متناهية من النقط بتدل ما لها لا حجم ولا تأثير ولا شيء، لكن نقطة متحركة بترسم خط لا متناهي. وهيك الإنسان، ديناميكية الإنسان بتعمل إشياء كتيرة، لكن كل إنسان إذا دل قال أنا ما خصني وأنا ما بإيدي الحل، بدل ما بنقدر نعمل صحيح. حل أبدا. إذا ما زرعنا ما بنحصد، لازم نزرع تنحصد. الهدر البيئي الناس إسا ما عم تفهم إنه البيئة هي شو. البيئة هي كل شيء بحيط الإنسان. صح. من كائنات حية وجامدة وكل شيء. أي ضرر للبيئة بده يرتد على الإنسان اللي هو قسم من هالمكونات بالطبيعة. في مثل فرنساوي، كان فيلسوف فرنساوي وحكيم، يقول شيء حلو كتير بلخص علاقتنا نحن بالبيئة، يقول الله بيسامح دايما، الإنسان بيسامح أحيان، البيئة ما بتسامح أبدا، الطبيعة ما بتسامح أبدا. يعني أي ضرر بنعمله للبيئة بده يرتد علينا. صحيح. بطريقة ما الهدر البيئي هو أكيد بده يأثر على مواردنا وبدو يأثر بالتالي على حياتنا. يعني إن لوثنا التلويث عمين بدو يرجع، بدو يرجع علينا، إن كان بتلويث الهواء، إن كان بتلويث التربة، إن كان بتلويث المي، إن كان بتشويه الطبيعة بقطع الشجر، بالمقالع، بالكسرات، برمي البحر، بكل شيء، بالضجيج، كله بدو مردوده بدو يكون على الإنسان، لأنه الإنسان مش عايش بكوكب خارج عن الأرض، هو عايش على الأرض. فإذا أي إساءة لهالمكونات الطبيعية بدها ترتد عليه بطريقة. هلا ممكن ترتد عليه بطريقه مباشره دغري يحس فيها هو، وممكن ترتد عليه بطرق غير مباشره هو جاهلها. يعني ممكن يتنفس غاز سام جدا يكون لا له ريحه ولا له لون، وممكن عم يتنفسه وممكن يموت من وراه، مثل اكسيد الكربون اللي ممكن يموت الانسان اذا تنشقه وبكون ما له ريحه، هذا كمان عم يرتد عليه، لكن هو بيكون ما عم يعرف فيه. صحيح. يعني بمعنى اخر، باي طريقه كان اي اساءه للطبيعه بدها ترتد علينا. الهدر البيئي أكيد عم بيصير على صعيد الكون كله. إذا ما رح ندخل فيه بعتقد، لأنه موضوعنا رح ينحصر أكتر وأكتر بنوصل للحملة اللي قايمة فيها منظمة الأغذية العالمية بعتقد، وهذا الهدف. نعم. من البرنامج. نعم. حضرتكم داعمينه ومواكبينه. الهدر البيئي بلبنان قيمته كبيرة كتير. في عنا تقديرات نحن للأسف، لأنه نحن مش أصحاب كتير نحن والإحصاءات، وما في سجلات وما في نقص كتير بهالموضوع، لكن البنك الدولي بيقدر الهدر البيئي سنويا ب 865 مليون دولار أقله. هلا بنوصل، هلا صرنا لاكثر من 1000 اذا احتسبنا اشياء كثيره. يعني اذا احتسبنا مثلا الهدر البيئي اللي عم يسببه مكب صيدا، هالزباله اللي عم تنزل على البحر، هيدي ما عم نحتسبها. بدنا نحتسبها على السمك، بدنا نحتسبها على السماكه، لانه حكيتوا عن السمك. نعم. هلا هيدي بدنا نحتسب اثرها على المدى البعيد. يعني في ممكن اثر
ايميديا حالي نحس فيه وهذا بنقدر نقيمه، لكن الاثر على المدى البعيد ما بنقدر نقيمه. النفط، التلوث النفطي اللي صار عندنا بال 2006 احتسبنا قديش بكلفنا قديش بكلفنا. هلا اذا عم نحتسبه فالمليار دولار، هذا لانه على المدى الطويل. هذا مش اجى يوم وراح. التلوث البيئي ما بيجي يوم وبيروح، وهذا خطورته دائم هو للاسف ومزمن. الصحه ما بنقدر نقول نحن شو بياثر. تشيرنوبيل هلا اللي صار بفوكوشيما مثلا، الاثر على الوقت الحاضر قدرنا نحتسبه بكميه معينه بكذا مليار، لكن على المدى الطويل على التشوهات الخلقيه قديش بده يدوم بالارض، قديش ما راح نقدر نتخلص من تاثيره، هذا على المدى الطويل. مشان هيك خطر اي تلوث بيئي او اي هدر بيئي لا يقاس بالوقت الحالي فقط، لكن بده زمن طويل تنقدر نرجع نقدره ونقدر ارتداداته على الانسان وعلى الاقتصاد. صحيح، هذا اهم شغله. يعني دكتور فيفي، يمكن اذا واحد بيفكر بموضوع كثير اساسي انه نظهر من انانيتنا ونفكر انه هيدي البيئه مش بس لنا، انما ما نتركها للاجيال اللي جايه. يعني ما نقول من بعد الطوفان مثل ما واحد بيقول، انما يقول دائما انه لا، بالعكس انا في موارد طبيعيه بدي خليها، لانه انا اذا استهلكتها كلها ممكن تخلص وممكن ما نقدر نخلي شيء للجيل اللي بيجي من بعدنا. وهذا الشيء يمكن اوقات بعده مفقود عن بعض الاشخاص. نعم. يعني بعض الوعي مش موجود بشكل كافي. كيف ممكن نعزز هالوعي؟ نعم. في ناس كثير بتعتبر مثل ما عم بتقولي انه موارد الطبيعه لا تنفذ، ممكن الطبيعه ترجع تعيد حالها لكن بدها وقت كثير. بعطي مثل دائما انا عن البحر المتوسط، الابيض المتوسط، بده بيقولوا البحر ما بيحمل زغل، البحر بينظف حاله. مش صحيح. البحر المتوسط بده 80 سنه تتعيد ميته اعاده نفسها. يعني اي تلوث بالبحر المتوسط بدنا 80 سنه تترجع لنا المي مثل ما كانت. هيدي هالافكار اللي عندنا اياها من زمان نحن منا صحيحه، لانه كانت أزل الإنسان للطبيعة كان محدود، ما كان مستقوي عليها. قبل الثورة الصناعية كانت الطبيعة مستقوية على البشر، بعد الثورة الصناعية صرنا نقوي عليها. هلأ وصرنا عم نستنزف مواردنا بسرعة هائلة جدا، ما عم نسمح للطبيعة أنها تعيد نفسها. بقى هودي في موارد بتنضب. المي إذا استعملنا نحن هلأ، إذا خدنا استهلاك المي بلبنان عم نستهلك مي بطريقة عشوائية وعشوائية. لا عنا احصاءات دقيقه الكميات المي الموجوده، كميه الثلج عندنا قديش عم يمتص منها، قديش عندنا بالمياه الجوفيه، قديش فينا نستعملها. اكبر دليل انه عم نستعملها بطريقه عشوائيه. تملح الابار ببيروت، في عندنا نحن 60% من بنايات بيروت بتعتمد على الابار الارتوازيه. صحيح. اللي هي كل بنايه بتحفر بيره. هلا صارت ميه البحر عم بتفوت بالمياه الجوفيه وعم بيصير في تملح بالابار. ليش؟ لانه كان عندنا استعمال بدون حساب للمي بالمياه بالابار الارتوازيه اللي ببيروت. هلا صرنا عم ندفع حقها نحن. هي كلها يعني عمين بدها ترتد علينا نحن؟ عم تتلوث المياه الجوفيه، عم بتخف نسبه المي، عم تتلوث المي من المبيدات الزراعيه ومن كثره الاستهلاك، عم بيزيد تركيز الملوثات بالمي، وهذا عم يرتد على الانسان، على صحته، على نسبه السهال قديش. خصوصا تلوث المي بيأثر على الختيارية وعلى الأطفال وعلى الأجانب اللي بيجوا لبنان، اللي بيجوا يصيفوا عنا بكونوا ما معودين. تمام، لأنه الفلور انتستينال تبعهم منا معودة على نوع الميكروبات اللي عم بتكون بالمي. أغلبية مي ملوثة ميكروبيولوجيك ما وملوثة عضويا. يعني هون عم بزيد الكلفة كتير بالنهاية كمان لمعالجة المياه يعني بالبيوت لحتى واحد يقدر يستهلكها بشكل جيد. إن معالجتها كانت من قبل الدولة. نعم. أو إن كان بتلاحظي إنه أغلبية الناس ما بقى عم تشرب مية الحنفية. صحيح. مع إنه المفروض فينا كنا نشرب مية الحنفية. صحيح. هيدا الشيء نسيناه من زمان. هلا صرنا كلنا عم نشتري مي وهي عم بتزيد كلفه. صحيح. هي عم بتزيد كلفه، البلاستيك اللي عم بنكبه، البلاستيك اللي عم نستهلكه لانه هيدا عم بتزيد كلفته، وللاسف نحن ما عم نفرزه تنعيد استعماله واستهلاكه، عم بيروح على الكب، دونك نحن عم نستعمل مواد خام جديده، عم ندفع حقها، عم ندفع حق تمر البلاستيك اللي عندنا، عم ندفع حق المي اللي كان مفروض انها نشربها بدون شيء، اللي كان فينا هالمصاري منها هي نستعملها بغير شيء. اكيد نستعملها بالصحه، حتى ما بالصحه تنحسن نوعيه حياتنا بالتعليم، بالطرقات، بالاستشفاء، بالهوايات الناس. نعم. ممكن انت اذا بيت مثلا وفر كميه معينه من المي
من حق المي، في يعلم ابنه موسيقى، في يعلم ابنه هوايه ممكن يبرع فيها ويصير يطلع فيها، في يريح له اعصابه، في يعمل هوايات بحبها هو، يعني عدا الاشياء البازيك اللي هي التعليم، التعلم والاستشفاء والصحه. نعم، مشان هيك التوفير بيبدأ بقرش، القرش ورا قرش بيعمل كمية. صحيح صحيح. دكتور كلاب، فيما يتعلق بموضوع الغذاء، بما أنه عم نطرح الموضوع نعم. بشكل كثير مكثف هالفترة، لما واحد بده يتخلص من فضلات الطعام اللي موجودة عنده، يعني قديش ممكن يتخلص منها بطريقة صحية، بطريقة مفيدة، بطريقة كمان لحتى يقدر إذا ما استهلكها بالشكل الجيد بخلال حياته، إذا فينا نقول لها الأطعمة، لحتى يقدر يستهلكها من بعدها، يعني تمر النفايات وغيرها والترسبات اللي عم بتأدي لها، يعني كل هالأمور البيئية، قديش ممكن فعلا واحد الشخص يكون عنده طريقة صحية ولائقة لحتى يتخلص من فضلات الطعام اللي عنده، خاصة هلا نحن عم نشارف شهر رمضان المبارك اللي بنعرف إنه كم الحمد لله بتكون المائدة بتمتد على الطاولة إن شاء الله، أكيد بينعاد على الجميع. بقى كيف ممكن واحد فعلا يقدر يحس حاله ممكن يتخلص من فضلات طعامه بشكل جيد، بشكل مفيد للبيئة وللطبيعة؟ نعم، نحن بلبنان معودين على السخا وبننبسط إنه نحن كريمين، الأرض ما عليها مكرمة، يعني كل شيء بيروح زبالة هذا مش كرم، هذا اسمه قلة دراية وقلة معرفة بإدارة شؤونه. صحيح. نحن بنبدأ بترشيد الاستهلاك، يعني أنا نحن أربع أشخاص بالبيت، بدي أعرف أنا كست بيت قديش بنستهلك، مضروري يبقى أكل، إذا بقي شوية أكل صغيرة ممكن نتركها بالبراد نستعملها تاني يوم ما نكبها. بدي اقسم محلين انا بين الريف وبين المدينه، لانه كل الريف له خصائصه والمدينه لها خصائص اخرى. نعم، بالمدينه الاكل اللي بيبقى مثل ما قلت، بنبدي ان كان بالريف وان كان بالمدينه بترشيد الاستهلاك، ونقدر نحدد الكميات اللي بتعوزنا نحن للغذاء تبعنا قديش هي. بالريف اكيد اللي بيبقى عندنا فضلات وهي مواد عضويه، لانه كل اللي بيطلع من الاكل، ما بدي احكي بالعلب وبالتنك والمعلبات لانه هودي لهم غير قصه هلا رح نحكيها، وبالريف ما كثير بيستعملوا مع البيت. نعم. بيستعملوا اكثر مواد عضويه اكثر وطازه، الطازه والمواد العضويه اللي بتتحلل. هودي اللي بيبقى في اكل وبيبقى في ورق خس وورق باذنجان وكوسه، عاده بيبقى عندهم دجاج، بيبقى عندهم بقره، بيبقى عندهم معزيه بيستعملوها. حتى في ناس يمكن ما يكون عندهم، لانه الريف صار نحن عندنا نوعين من الريف، عندنا المحلات اللي فيها الدجاجه والبقره، وفي عندنا الريف اللي هو المناطق البعيده عن بيروت لكن منا ريف مزبوط. صحيح. لكن برضه هودي ممكن نلمهم وبدل في مزارع وبدل في ناس انها تاخذهم. اذا اخذت مدينه مثل بعلبك، ابن بعلبك اللي قاعد بدقيق بمدينه بعلبك ما عنده دجاجه ببنايه، لكن اذا اخذهم 500 متر في ناس عندها دجاج. نعم. ممكن اذا فرزهم على جنب وحدهم، ما حطهم مع كل شيء مختلط. صحيح. ممكن يعطيهم الهودي، ممكن يعمل ديل هو وياهم انه انا بجيب لك كل الفضلات اللي عندي، نحن عندنا بنايه، هالفضلات اللي بتطلع هالبنايه ممكن ناخذ لكم اياها ونستبدل بديلها بيض او لبن او سطل لبن او مزروعات زارعينها هن بالمزرعه. ابن المدينه اكيد اصعب عليه، برضه بقول اذا خفف 50% من فضلاته ممكن تروح هي على التسبيخ، وممكن تعطي سماد، والسماد له حقه مصاري اذا كان سماد نظيف. صحيح. هون يمكن هذا اللي عم ركز عليه كثير، وهون لازم نعمل كمان لقاءات اخرى دكتور كلاب لحتى نركز على اهميه انه فعلا الشخص يحس حاله ممكن بنهار او بيوم من الايام بيقدر يبيع هو النفايات اللي عنده بالبيت ويكسب من وراها لحتى تصير مربحه حتى له، لحتى نبلش بحالنا، لانه مثل ما عم نقول على صعيد السياسات وعلى صعيد الحكومه عم بتكون القصة كتير أصعب، مؤتمرات حتى اللي عم بتصير على صعيد دولي للأسف عم بتنيل قرارات مش عم نقدر نطبقها على الأرض. تمام. ما نتشكر كتير وجودك معنا أكيد لحديث ما بيخلص أبدا بموضوع البيئة والطبيعة مع حضرتك. شكرا كتير لإلك، أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، رح نكون مع أول محطة لشف شادي ومن بعد أينو مع عامر، خليكن معنا.